موقع شالا يتفرد مجددا عن باقي أماكن عرض فقرات مهرجان موازين قاعة العالم بموسيقى ترانيم أكبر أنهار العالم. تسافر بنا فرقة سلام نشاندباد مزازمار الإثيوبي على أمواج نهر النيل الأزرق، النهر الأسطورة الذي وهب الحياة وصنع الحضارة على ضفافه. فمن رحم هذا النهر العظيم ولدت هذه الموسيقى، ثم تطورت فامتزجت بإيقاعات السول والبلوز وغيرها لتتبلور على هذا النحو الفريد. صوت قوي تحين به المغنية الشابة سلام نشزيمين أغاني الأجداد وإيقاعاتهم. فرط موسيقي ينتشر بين الشعوب كمجرى الماء وانسيابيته، إنه غناء الأنهار.